هذه هي صورة الأمير هاري وزوجته ماغان ماركل اللي انتشرت على السوشيال ميديا، وهي الصورة الرسمية الأولى للكابل من وقت ما تخلوا عن مهامهم الملكية. ومثل ما شايفين الصورة كاجوال وبعيدة كل البعد عن الجايد لاينز الملكية في التقاط الصور، وماغان اختارت الشيك سوت من تصميم ألكساندر ماكوين. بس الملفت كان ساعة الكارتيه تانك فرانسيز اللي كانت لابستها، تحية منها لروح الأميرة ديانا اللي كانت تمتلك واحدة زيها. يعني قد ايش ميغان باين عليها مرتاحه ومبسوطه جد، مره شكلها مره مبسوط وكذا، تحس انه اتس هير اخيرا جداً. إيه. والضحكه جدا عفويه طبعا. مره طبعا هذه الصور كانت لمناسبه مشاركتهم اليوم في احدى حلقات سلسله تايم 100 توكس الحواريه اونلاين، واللي انطلقت في ابريل الماضي، وهي سلسله من المحادثات الافتراضيه اللي تجمع قاده وصناع قرار في مختلف المجالات لتسليط الضوء على الحلول وتشجيع العمل على ايجاد رؤيه لمستقبل افضل في مواضيع مختلفه. وهذه الحلقه هي اول تعاون بين تايم 100 توكس وديوك اند داتشيس اوف ساسكس، وهي سبيشال ابيسود بعنوان Engineering a Better World، وموضوعها الأساسي حول كيفية بناء مجتمعات عبر الإنترنت تكون أكثر تعاطفاً وأماناً ومحل ثقة لأفرادها. وهذا هو الأساس اللي بتقوم عليه جمعية الأمير هاري وماغان الأرتشويل الإنسانية. والأمير هاري وزوجته ميغان اليوم هم اللي هيفتتحوا الحلقة، وحي طبعاً هيختتموها أيضاً، ويقوموا بإدارة الحوار بالمواضيع مع الضيوف المشاركين، من ضمنهم طبعاً أليكسيس أوهانيان الشريك المؤسس لموقع ريدت الشهير، إلى جانب CEO ورئيس تحرير التايم إدوارد فالسنتل.